بس الاستاد المقاولون عرب مع الزميل العزيز محمد طه قبل انطلاق هذه المباراه المقاولين والاسماعيلي. زميلي محمد لك الكلمه اتفضل. شكرا لك يا زميلي تامر، واكيد الشكر موصول لكل يوفك وكل من يتابعنا عبر شاشه تايم سبورتس. اكيد واحده من المباريات الممتعه، خاصه ما يقدمه المقاولون والاسماعيلي في هذا الموسم. يمكن لو بنتكلم عن المقاولون العرب اللي يعني بعد الانتفاضه الاخيره والفوز الاخير على فريق حرس الحدود، اتكلم يعني المدير الفني واتكلم مع اللاعبين وقال انه يجب ان نستمر في الفوز. يمكن بنفوز خارج ارضنا وبنؤدي باداء طيب وبنقدم نتائج جيده، فعلينا ان نقدم الافضل على ملعبنا هنا. وايضا الكابتن عماد النحاس يمكن النهارده عنده غيابات مهمه جدا في الفريق، محمد مجلي واللي بيغيب النهارده لحصوله على الانذار الثالث، وطبعا واحد من العناصر المهمه اللي بيعتمد عليها وبالتاكيد هيخسره، لكن الشامي موجود مكانه، وغياب ايضا عبد الوهاب اسماعيل عن المباراه السابقه ودخول الشيمي. يمكن لو بنتكلم عن الابرز ايضا في تشكيل الفريق المقاولون العرب واللي هيكون موجود على دكه البدلاء اليوم، عوده طاهر محمد بعد غياب يمكن دام اكثر من شهرين ونص وحرمته من المشاركه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. أكيد يعني ممكن يحتاجه كابتن عماد النهاردة في لقاء اليوم. أما بالنسبة لفريق الإسماعيلي وبعد خسارته من الأهلي في المباراة السابقة، أكيد اتكلم كابتن أدم استحضار مع الفريق في المران الأخير اللي كان بالأمس في الساعة 11 صباحا، واتكلم وقال إن احنا أدينا بشكل جيد جدا في مباراة الأهلي وينتظر منهم المزيد في هذه المباراة والعودة بالثلاث نقاط، لذلك ستكون مباراة مهمة زي ما قلت لك تامر. أيضا يمكن غياب النهارده باهر المحمدي نظرا للايقاف، وايضا خروج يمكن بيكيتا سيلفا واحد من اللاعبين اللي كان بيعقد عليهم الامال في الفتره الاخيره، ودخول شيلونجو مكانه واللي هيكون ليه يعني مهام كبيره النهارده في هذه المباراه والاعتماد عليه بشكل كبير جدا في المباراه. اخيرا قبل ان اعود اليك، لفته طيبه، يمكن حكام المباراه نزلوا ارض الملعب حاملين صوره الكابتن مدحت عبد العزيز الحكم الدولي السابق رحمه الله عليه، وهيكون في دقيقه حداد على روحه. نتمنى ان يعني نسال الصبر والسلوان لاهله وربنا يرحمه ان شاء الله. دي اجواء المباراه كابتن تامر، الان تعود لي كلمه اليك تفضل.